وبنستقبل من حضراتكم برضو الست اللواء الدكتور محمد زكي الالفي، المستشار ايضا بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا يا دكتور. ست اللواء اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. منور، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا فندم، انت بالصحه والسلامه. يعني النهارده مع احتفالنا ب 42 عام على رحيل اخر الجنود الاسرائيليين من ارض سيناء وتحرير هذه البقعه الغاليه قدس الاقداس زي ما بيقول جمال حمدان، محتاجين نحط في بالنا وفي اعتباراتنا ايه، خاصه في ظل ظرف اقليمي مضطرب واطماع في ارض سيناء لا تنتهي. بالتاكيد، اولا خالص التحيه والتقدير لشهدائنا الابطال الابرار الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم فداء لهذا الوطن. اليوم ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الذي قبع على هذه الارض خلال فتره ما بعد 67 حتى نصر اكتوبر 73، واستمرت المعارك السياسيه من بعد اكتوبر 73 حتى تحرير طابا عام 1989. هذا الامر ان كان لابد ان نذكر انه توقف المخطط في 89 جزئيا عن التنفيذ، ثم اعيد استكماله بعد 28 يناير 2011، ومحاوله جر منطقه سيناء الى حرب على الارهاب وتاثير سلبا على الامن القومي المصري بمحاوله استقطاع جزء منها وهو مثلث رفح الشيخ زايد العريش، واقامه دوله للارهابيين الذي كان يطلق عليهم غربيا المتمردين، وهو ما فتح باب الاستعداد القوي العسكري والاستراتيجي والامني لهذه المواجهه. جميعنا نتذكر في مثل هذه الاوقات كان الاعداد والتجهيز للمواجهه العسكريه مع الدوله المصريه بواسطه التنظيمات الارهابيه التي اعيد تمركزها في مناطق رفع الشيخ زايد العريش في هذا المثلث لمحاوله الجهاز على الدوله المصريه. وجدير بالذكر ان لابد ان نذكر ونتذكر جميعا ان ما حدث خلال العشر سنوات لا يقل اهميه وقوه عما حدث في نصر اكتوبر 73 وما تلته من احداث، لأن الدولة المصرية تعرضت في عام 2013 306 عملية إرهابية تدعت بالتناقص حتى اندلاع العملية الشاملة 2018 إلى 8 عمليات، ثم استمرت انكسار موجة الإرهاب حتى وصلنا عام 2023 بصفر عمليات إرهابية. في هذا التوقيت كانت المعركة التي أدارتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المصرية معركة متكاملة، لم تكن معركة عسكرية فقط ولكن كانت معركة مخابراتية معلوماتية، ثم في تزامن مع معركة اقتصادية بتكثيف وغلق منابع الإرهاب، ثم معركة أخرى هي معركة التنمية وإنشاء جسور تربط ما بين شرق القناة وغربها بعد أن كان هنالك نفق الشهيد أحمد حمدي فقط وكوبري السلام الذي كان دائما معطل. الآن نقف بعد 10 سنوات صفر عمليات إرهابية، مد جسور من التنمية وصلت إلى تمويل تمويلات تعادل 56.8 ألف مشروع، ووفرت نحو حوالي 97 ألف فرصة عمل، وكل هذه الأمور وغيرها أعتقد الآن نقف أمام ما أنجزناه خلال 10 سنوات ونتطلع ومشروعات في الزراعة والطاقة، وعندنا مشروعات صناعية كمان، مجمعات الرخام في الجفجافة ومصانع الاسمنت في العريش، يعني بدايه حراك على مستويات اقتصاديه مختلفه. بالتاكيد يا فندم، وهو ما اؤكد عليه ان لا توجد دوله في العالم تعرضت لمثل هذه الهجمه الشرسه او التخطيط الممنهج الذي تم الاعداد له قبل عشرات السنوات وبالتحديد 2005 الاعداد لتفتيت المنطقه العربيه او اعاده تقسيمها طبقا ل التوجهات الجديدة بما يعرف باسم الشرق الأوسط الجديد، وكادت هذه الخطوة أن هذا المخطط أن ينجح في 28 يناير، ثم المواجهة مع الإرهاب شاهدنا جنسيات مختلفة، جميع جنسيات الأرض التي كانت تم تجنيدها لصالح التنظيمات الإرهابية تمركزت في
مناطق متاخمه للحدود المصريه ثم عبر عن طريق الانفاق لمحاوله التاثير على الامن القومي المصري. ولكن كل هذه الامور اعتقد ان خلال 10 سنوات بات امام الشعب المصري ان يفخر بانجازه بدحر شوكه الارهاب وكسرها نهائيا، ثم الالتفات مره اخرى لجسور التنميه لشمال وسط سيناء بعد عقود طويله من التهميش وعدم الاهتمام. انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد زكي الالف.